السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومتابعي برنامجكم المتميز في بيتنا مدرسة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة مع شبابنا الصاعد الواعد اللي منتقل حديثا من مرحلة التعليم الإعدادي إلى مرحلة التعليم الثانوي الفني، اللي هو سعيد الحظ إن مجموعه تناسب مع تخصص العمارة، و بالاخص كمان زي ما احنا عارفين ان العماره ديت فيها 6 شعب. الشعبه الاولى شعبه الخرسانه المسلحه، الشعبه الثانيه شعبه اعمال البناء، الشعبه الثالثه اعمال النجاره، الشعبه الرابعه او الخامسه اعمال شبكات المياه والاعمال الصحيه، عندنا شعبه التشطيبات، عندنا الشعبه السادسه اللي هي شعبه النحت. احنا بدانا معاكم في الحلقه السابقه مع طلبة شبابنا المتقدم ومتشوق من المواد اللي هو هيدرسها عبارة عن ايه وهيستفاد منها ايه في معهد طلبة تخصص اعمال البناء، من ضمن التخصصات اللي هي تحت مسمى تخصص الايه العمارة. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن مادة الرسم الفني او مبادئ الرسم الفني، واتكلمنا فيها على المحتوى اللي حضرتك هتدرسه طول السنة، فصل دراسي اول، فصل دراسي ثاني، وفصل ما بينهم اللي هو امتحانات الترم الاول، امتحان الفصل الدراسي الاول، وعندنا امتحان الفصل الدراسي الثاني. تمام، بعد كده حضرتك انتقلنا وشرحنا بالتفصيل يعني المحتوى كل فصل دراسي حضرتك هتدرس فيه ايه. قلنا في الفصل الدراسي الاول هتاخد الادوات والمعدات والادوات المستخدمه في اعمال الرسم. قلنا اتكلمنا على ما حاجة بسيطة اللي هي مثلا حضرتك عارف المواد ايه او الادوات اللي حضرتك هتستخدمها زي ايه، بس احنا اختصصنا من ضمن الادوات ديت الادوات اللي هي جديدة عليك وحديثة عليك في تخصصك السنة دي، زي مثلا المسطرة الحرفية. حضرتك عارف القلم الرصاص، في عندنا القلم الرصاص اللي هو الخشب، وعندنا القلم الرصاص اللي هو السنون دوت اللي هو الميكانيك بنسميه. تمام، في القلم دوت بيبقى فيه منه الخفيف في منه التقيل بالنسبه للقلم الخشب. في عندنا بالنسبه للقلم اللي هو الرصاص اللي هو السنون، في منه اللي هو 5 مللي، في 7 مللي، في 9 مللي، في 1 مللي. تمام، كل ده كل سن من السنون ديت ليه استخداماته، امتى خفف امتى تقل، كل الكلام دوت احنا ايه هنشرحه ان شاء الله مع بعض. طيب، وما حبيناش ان احنا نتطرق قوي فيه لان حضرتك عارف الشبابنا عارفين اللي القلم الرصاص دوت، فاحنا حبينا ان احنا ناخد الحاجات اللي هي الجديده بالنسبه لنا واول مره نتعرض ليها، زي مثلا لوحه الرسم. لوحه الرسم دي في ناس بتتلخبط يقول لك لوحه الرسم اللي هي الورقيه، لا، لوحه الرسم اللي هي الخشبيه، اللي هي اللوحه الخشبيه اللي حضرتك هتثبت عليها اللوحه الورقيه للرسم. عندك اللوحة الخشبية ديت اللي مثلا بتعملها عند النجار مثلا مقاسها 80 او مقاسها مثلا متر في 70 وبتظبطها وبيظبطها لك اللي الزوايا بتاعتها. تمام، وبتبقى معمولة مثلا من خشب مثلا ومكسية من طبقة الميلامين ومظبوط الايه الزوايا الرأسية بتاعتها وبتبدأ تشتغل عليه. ده بالنسبة للوحة الايه لوحة الرسم. وقلنا المواصفات بتاعه لوحه الرسم، المواصفات التي يجب توفرها في لوحه الايه الرسم، واتكلمنا بالاخص على اللوحه الورقيه، ايه المواصفات بتاعه اللوحه الورقيه اللي حضرتك السنه دي هتشتغل عليه، لان انت بتروح في المكتبه وبتقول مثلا لايه للراجل انا عايز لوحه رسم، ففي اللي هي اللوحه الرسم بتاعه الابتدائي ديت اللي هي وشها بيبقى ابيض والظهر بتاعها بيبقى غامق، دي ما تنفعش. احنا عايزين اللوحه لوحه الرسم اللي هي وشها زي ظهرها، بس في الوش بيبقى فيه منها الناعم والظهر بتاعها بيبقى خشن سنه صغيره بسيطه. تمام، حضرتك بتاخد اللوحه ديت اللي هي مثلا طولها متر في 70 وبتقسمها نصين عشان هترسم على نص الايه نص اللوحه الورقيه ديت او نص الفرق اللي انت هترسم عليه. وقلت له وشرحت لك في الحلقه السابقه ازاي هتقسم الفرخ ده عشان ما يشرشرش مثلا او ما يبقى الحرف بتاعه ما يبص من تحت. بعد كده انتقلنا للمواصفات اللي في الايه يجب توفرها في لوحه الرسم الورقيه،
وقلنا ان من ضمن المواصفات بتاعتها لازم ان اللوحه ديت اللون بتاعها ما يتغيرش على مر الزمن، ما يجيش مثلا بعد شهر بعد شهرين انا كنت مستخدمها لونها مثلا ابيض لقيت اللون بتاعها مثلا مصفر، لا يا باشمهندس لازم من مواصفاتها ان لونها ما يتغيرش. تاني حاجه ان هي ما تشربش، وانت لو انت حبيت مثلا بعد ما بتخلص الرسمه بتاعتك بالقلم الرصاص بتدوس عليها مثلا بقلم حبر، ما تشربش الحبر مثلا وتفرش وتلاقي القلم الحبر دوت بدل ما هو سنه مثلا نص ملي، لا يا باشمهندس لقيت اللي بدات اللوحه تشرب وطبقه الحبر دي تفرش في اللوحه بس ادالك تخانه مثلا 1 ملي، ما تنفعش، لازم ان هي ما تتاثرش او ما تشربش طبقه الحبر يا باشمهندس. طيب ايه تاني؟ ان هي مجرد ان انا مثلا مسكت الاستيكه ورحت جاي امسح مثلا الخط الزياده عندي وانا بمسحها اتقطعت، لا تقاوم التقطيع او تقاوم الاستيكه ديت يا باشمهندس، مش مجرد ان انا بمسح او الاقي اللوحه بتاعتي اتقطعت او او حصل لها خش مثلا من مجرد ان انا بمسح، لا. اتكلمنا على مواصفاتها ان هي ما تتاثرش بالعوامل الجويه، ان يحصل لها عمليه تمدد وانكماش، ابقى مثبت اللوحه واجي مثلا تاني يوم تمام انا خلصت مثلا زهقت مثلا او جالي مشوار حبيت ان انا اغطي اللوحه بتاعتي وجيت جيت تاني يوم او بعدها مثلا بست ساعات ولا حاجه اكمل الرسمه لقيت الخطوط بتاعتي مش ماشيه مع المسطره الحرفتي، لقيتها مايله، ايه اللي حصل؟ طب ما هي مش ثابته، محدش جه جنب اللوحه، ايه اللي حصل؟ حصل لها عمليه تمدد وانكماش، اتاثرت بالرطوبه يا باشمهندس، فتلاقي هتضطر ان انت تفكها من اول وجديد وتمشي الخطوط، تمشي الخطوط اللي انت عملتها بالرصاص مع المسطره الحرفتي وتبدا تثبتها من اول وجديد، يبقى انت حضرتك لازم تشتري الخامه اللي هي ما تتاثرش بالعوامل الجويه. اتكلمنا بعد كده اهوت في الحلقه السابقه على المسطرة الحرفتي اللي حضرتك اول مره السنه دي هتتعرض لها ولازم تتعلم ازاي تشتغل بالمسطرة الحرفتي، وقلت لك المسطرة الحرفتي ديت في منها نوعين، في ثلاث انواع، هما مصنوعه من ايه؟ اللي هي الخامه بتاعتي، في عندي الخامه الخشبيه مسطرة حرفتي خشب، وعندي مسطرة حرفتي اللي هي مصنوعه من الالومنيوم، ودي بنستبعدها على سبيل ان الالومنيوم مع احتكاك اللوحه ممكن تسود لي، مع سن القلم رصاص بيعمل الوبره السوداء ديت تلاقي اللوحه بتاعتي كده اسودت من غير من قبل ما ابدا ارسم في اللوحه، او مثلا يعني في نص الرسم بتاعي تلاقي اللوحه مثلا اتوسخت. طب يا باشمهندس في واحد مثلا سالني وقال لي طب انا ايدي بتعرق يا استاذ، وانا حضرتك بتقول لي نظفت اللوحه عليها درجه، ايوه طبعا ده اساسي، ده شيء اساسي ان انت وانا بصحح وببص للوحه بتاعتك جمال اللوحه في نظافتها، اشوف الخطوط بس اللي موجوده فيها واشوف الظاهر ايه والغطس ايه، تمام. طب لما الاقي مثلا اللوحه متوسخه يبقى انت حضرتك ما حافظتش على اللوحه. طب بتعمل ايه يا باشمهندس؟ قلت لك الادوات اللي انت بتستخدمها لازم يتوفر فيها عنصر النظافه، عشان كده بنلجا للمسطره الحرفتي اللي هي الباغ، المثلثات اللي هي الباغ، تمام. عندي مسطره القياس اللي هي الباغ، كل الكلام دوت قبل ما حضرتك بتشتغل او قبل ما تبدا في عمليه الرسم حضرتك بتغسل الادوات ديت وبتنظفها بالميه تمام والصابون، وبعد كده بتنشفها وتبدا تشتغل. طيب قلت لي مثلا ايدك بتعرق، جنبك جنبك فوطه صغننه كده على قد ايدك وتنشف ايدك على طول عشان العرق دوت ما يبصمش في اللوح. طب عشان نحافظ على نظافه اللوحه ديت ممكن اروح جايب بودره التلك ديت واروح اروح رششها حاجه بسيطه على اللوحه، اروح فردها كده بالمثلثات على اللوحه وابدا اشتغل، وبعد ما اخلص اروح من اروح منفض بودره التلك ديت اللي انا فردتها على اللوحه ديت. طب ما عنديش بودره تلك يا استاذ، ممكن استخدم نقطه نشا صغيره كده اهوت اروح فاردها على اللوحه وابدا اشتغل واظبط نفسي واخلص الشغل، وبعد ما اخلص اروح منفض نقطه النشا اللي انا حطيتها دي، هتطلع لك اللوحه بتاعتك اكنك لسه مثبتها لوحه نظيفه، وهتاخد درجه نظافه اللوحه بتاعتك ان انت حافظت على اللوحه. طيب اتكلمنا على الادوات،
ونكمل بقيه النقط اللي احنا وقفنا عندها، زي مثلا المسطره الحرف تي. قلت لك لما تيجي تشتري المسطره الحرف تي لازم تبص على المسطره الحرف دي، هل هي مظبوطه؟ عندي المسطره الحرف دي بتت ايه، مكونه من جزئين، السلاح الطويل اللي هو بنسميه السلاح العامل، اللي هو متقسم لايه؟ لسنتيمتر وملي ايه؟ ومليمتر. ده طول المسطره ديت بيبقى طولها 80 سنتي او متر او متر و20 او اقصى حاجه ليها متر ونص. ده بالنسبه للسلاح الايه؟ الطويل. في عندي بقى الجزء اللي هو العمود عليه اللي انا بركبه، لو هي مسطره باغ تمام، بروح جايب اللي هي اسمها راس المسطره، وبروح مركبها في المجرى بتاعتها كده اهوت، واروح وابدا اشتغل بالمسطره الحرف تي. طب عايز اشوف المسطره الحرف ديت مظبوطه ولا لا؟ ابص على امسك المسطره والمحها كده اهوت، هل هي مقوصه ولا لا؟ طيب التدريج بتاع الحرف اللي انا هشد عليه القلم رصاص تمام، عايز اطمن ان الحرف دوت سليم، باجي بضفر صباعي كده اهوت، واروح معدي على حرف المسطره اشوفها، هل المسطره دي، هل الحرف ده عدل ومظبوط، ولا في حاجات مثلا زي سن البرجل كده مقوصه تمام، او فيها تكه صغيره، او فيها سنه صغيره كده اهوت، حته عضعضه في حرف المسطره. لا يا باشمهندس، لازم اشتري المسطره ان هي مسطره ايه؟ عدله تمام، وسلاحها مستوي، وما يبقاش فيها تقويصه. اجي اروح حاطط المسطره، الاقي احط المثلث عليها كده اهوت، الاقي المثلث جري تحت المسطره. لا يا باشمهندس، المسطره دي تبقى افقيه تمام. ماشي؟ طيب هنيجي نتكلم ما عند النقطه اللي احنا وقفنا عندها في الحلقه السابقه، وقلنا النقط اللي احنا هي النقط الواجب مراعاتها في المسطره الحرف تي. تعالى مع بعض كده النهارده ان شاء الله، ونشوف النقطه اللي احنا وقفنا عندها مع بعض. أول حاجة اتكلمنا على الهدف من دراسة المادة والمحتوى الدراسي، اتكلمنا عليه تمام، وكيفية مذاكرة المادة. تعال نكمل ما بدأناه اللي هو كيفية مذاكرة المادة. بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها عند استخدام المسطرة الحرف تي. أول حاجة، توضع المسطرة على لوحة الرسم المثبت عليها، توضع المسطرة على لوحة الرسم المثبت عليها، ورقة الرسم. بدأنا نتلخبط؟ لا، ما بدأناش نتلخبط. لوحة الرسم اللي هي اللوحة الخشبية، أحط المسطرة، أضع المسطرة على اللوحة الإيه؟ لوحة الرسم اللي هي اللوحة الخشبية المثبت عليها إيه؟ ورقة الرسم تمام، بحيث يلامس سطح رأسها اللي هو الرأس المسطرة تمام، مع الطرف الايسر للوحه. برضو مش فاهم، هجيب لك رسمه صغيره كده بسيطه. زي ما قلت لك، السلاح الطويل للمسطره ده بنسميه السلاح العامل، اللي هو متقسم او بص التدريج اهو، متقسم لسنتيمتر وايه؟ ومليمتر. وعندي اللي هو الجزء العمودي عليها، لو هو في مسطره خشبيه بص بيتسمر بايه؟ بخمس مسامير اهو زي ما انا شايف تمام. لو مسطره حرف تي هتلاقي المسطره الراس متثبته مع الايه؟ مع الجزء السلاح العامل ده اللي هو الجزء الطويل عن طريق مشقبيه تمام. طيب لو عندي مثلا مسطره الحرف تي مصنوعه من الالومنيوم، بتثبت ببرشام او مسامير، مسامير برشام من الالومنيوم. طيب ابص كده اهوت، ادي اللوحه الخشبيه اهي، حرف اللوحه الخشبيه اهو يا باشمهندس تمام، وادي المسطره الحرف تي. قال لك ايه؟ حطيت اول حاجه المسطره الحرف تي بحيث ان سطحها، السطح الافقي بتاعها ده ملامس لمين؟ لسطح اللوحه الورقيه، وسطح اللوحه الورقيه تحتيه اللي هو سطح الايه؟ سطح لوحه الرسم. طيب بحيث كمان ايه؟ ان انا ابص على راس المسطره ديت، يبقى راس المسطره دي ملامس لايه؟ لحرف اللوحه، ما يبقاش فيه حته منوره او انا سايب فراغ ما بين اللوحه وراس المسطره، تبقى الحته دي منوره كده اهوت، يبقى فيها فراغ. لا يا باشمهندس تمام. طيب خلي بالك، انا دلوقتي راجل مثلا ايه، او طالب مثلا، بحب ارسم، انا برسم بايدي اليمين تمام، يبقى انا همسك الايه؟ همسك القلم بتاعي بايدي اليمين، وعندي المسطره بايه؟ هرسمها بايه؟ او همسكها بايه؟ بايدي الشمال. حتى هتلاحظ الايد الشمال هي اللي ماسكه الايه؟ هي اللي ماسكه المسطره. طيب
حضرتك هتروح ماسك بالمسطره بايدك الشمال بكفه ايدك، بكفه ايه؟ بكفه ايدك، وتروح ساحب المسطره بحيث ان هي تبقى ايه؟ تبقى ضاغطه على لوحه الرسم اللي هي الايه؟ الخشبيه. طب تعالى مع بعض كده، يضغط على راس المسطره باليد اليسرى، تضغط حضرتك على راس المسطره بالايه؟ بالايد اليسرى، مع انزلاقها الى اعلى او الى اسفل. مع انزلاقها ايه؟ يعني حضرتك وانت بتحرك المسطره، واحنا بنحرك المسطره، سواء انا عايز اطلع المسطره لفوق، سواء انا عايز اطلع المسطره لفوق او هنزل المسطره الحرفتين لتحت، باجي بايه؟ طبعا انا همسك القلم، همسك القلم بايد الايه؟ اليمين، عشان انا بشتغل بايد الايه؟ بشتغل بايد اليمين وبكتب بايد اليمين. طيب ايد الشمال هتساعد في ايه؟ اروح ماسك المسطره وبكلوه ايدي كده اروح ايه؟ اروح ضاغط عليها بحيث ان ما يبقاش في فراغ، ما يبقاش في فراغ ما بين المسطره، ما بين المسطره وايه؟ ولوحه الرسم. تمام، اروح ماسك المسطره واروح ضاغط عليها، اروح ساحبها كده يا باشمهندس، وبايد الشمال ديت ابدا احرك المسطره لفوق او لتحت لحد ما ايه؟ لحد ما اوصل للحد اللي انا عايزه. تمام، وابدا اشتغل في المسطره الحرف تي. حضرتك انا قلت في الايه؟ في الحلقه السابقه المسطره الحرف تي ديت بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في عمل الخطوط الافقيه فقط. ما اجيش الاقي طالب مثلا ماسك المسطره الحرف تي وبيعمل بها خط راس، ما ينفعش، يبقى حضرتك ما اتعلمتش حاجه. الخط الافقي بيستخدم ايه؟ عايز تعمل خط افقي بالمسطره الحرف ايه؟ بالمسطره الحرف تي. اما تي عايز تيجي تعمل خط راسي هتروح حاطط عليها المثلثات اللي لسه هنتكلم عليها. تمام، المثلثات ديت يا باشمهندس هتستخدم عشان اعمل بيها خط ايه؟ اعمل بيها خط راسي فقط. يبقى الخطوط الافقيه بتستخدم ايه؟ او تعمل عن طريق المسطره الحرف تي، اما الخطوط الراسيه يتم عملها عن طريق الايه؟ المثلثات. طيب اول احنا النقطه الثانيه اللي اتكلمنا عليها اللي هي يا باشمهندس اتكلمنا ان احنا نضغط على المسطره باليد اليسرى ونحركها لفوق. ليه؟ نحرك المسطره لفوق او ليه او لتحت. تعالى مع بعض كده، يضغط على راس المسطره باليد اليسرى مع انزلاقها احركها الى اعلى او الى اسفل حسب الوضع المطلوب، مع الانتباه بحيث يكون التلامس بين طرف راسها والجانب الايسر للوحه تلامسا تاما. يعني ايه الكلام ده؟ ابص يا باشمهندس اهو، بحر ماسك المسطره بالايد الشمال وضاغط على راس المسطره، تمام، ضاغط على ايه؟ على حرف اللوحه الخشبيه زي ما احنا شايفين اهو، وهبدا احرك المسطره لفوق او لتحت، تمام، بحيث ان الجزء الراس المسطره ملامس لسطح الايه؟ لسطح اللوحه. تمام كده. طب تعالى للنقطه اللي بعديها، لرسم الخطوط الافقيه، لرسم زي ما قلت لك عايز ترسم خط افقي يبقى باستخدام ايه؟ باستخدام المسطره الحرف تي. طيب هرسم ازاي الخط الافقي يا باشمهندس؟ حضرتك ماسك القلم، مسكه القلم مش اي مسكه وخلاص، ان انا ماسك القلم كده وخلاص، لا يا باشمهندس، انا حاطط المسطره الحرف تي وقلت لك المسطره الحرف تي هنستخدمها لايه؟ هنستخدمها عشان اعمل الخطوط الافقيه، وعشان قبل الخطوط الافقيه بثبت اللوحه. طب بثبت اللوحه ازاي يا استاذ؟ بثبت اللوحه ان انا بخلي حرف المسطره، حرف المسطره ماشي مع حرف اللوحه، اخلي حرف المسطره، انا طلعت المسطره حركتها لفوق بحيث ان حرف المسطره ده اللي هو المدرج ماشي مع حرف اللوحه الورقيه، تمام، واروح نازل بالمسطره، اروح مثبت بايدي اليمين اللوحه عشان ما تتحركش وترقص من تحت المسطره، تمام، اروح محرك، انا خليت الحرف على الحرف اهو، اروح مثبت واروح منزل بالمسطره دي لتحت سنه وبكره السلوتيب اللي هو اللزق الصغنن ده، واروح في الاركان بتاعه اللوحه، الاربع اركان بتاعه اللوحه، ما اقعدش بقى اشد مثلا بكره السلوتيب حته قد كده، لا يا باشمهندس، هي حته صغيره كده عشان ما تقطعش اللوحه او تمزع اللوحه بعد ما اخلص. طيب ثبتت الاربع اركان عن طريق ايه يا باشمهندس؟ او ثبتت اللوحه الورقيه عن طريق ايه؟ عن طريق المسطره الحرف تي. بعد وقت هستخدم المسطره الحرف تي في ايه؟ ان انا اعمل بيها الخطوط الافقيه. طب القلم الرصاص دوت، القلم الرصاص هتمسكه ازاي؟ القلم الرصاص ما يبقاش مقلوب لبره كده يا باشمهندس،
او واقف راس كده. لا ما يبقاش واقف راس، لا يا باشمهندس، ده بيبقى سنه ميل صغيره، تمام، وبيبقى مايل، وبيبقى مايل كده هوت، تمام، يعني يعتبر يصنع مثلا زاويه ايه، يعني زاويه 30 اقصى حاجه مثلا، يوم ما يبقى زاويه 60 مثلا، يبقى بنسبه ميل، واروح شادد الايه الخط بتاعي من الشمال للايه وانت جاي للايه ناحيه اليمين. دي خطوه، خلي بالك لما اجي اقول لك مثلا شد اعمل لي خط او ارسم خط طوله مثلا 3 سم، ما تعملش الخط 3 سم، اعمل الخط بتاعك مثلا وليكن 5 سم. 5 سم؟ اه 5 سم. لما حضرتك ترسم الخط 3 سم، تمام، وممكن يجي اقل من الثلاثه بقى 2.5، حضرتك هتعمل ايه؟ هتروح موصل الخط ده بايه؟ هتروح راجع تاني، حط المسطره واروح مطول الخط ده، هتمده على استقامه نفسه، بس حضرتك رحت انت ايه زي ما بنقولها كده رقعت في الخط، وصلت في الخط، الخط عمره ما هيوصل، هيبقى ايه في مستوى واحد، لا هتلاقي حته التوصيله ديت رقعت في الخط، وصل ايه حصلت ايه حته تقل هنا في السنه دي. لا يا باشمهندس، حضرتك هتشد الخط من الاول من الشمال لليمين باي طول، وحضرتك بعد جوه هتمسح الزياده، تمام. يبقى حضرتك مطلوب منك ان انت تعمل الخط بزياده وما تعملهوش بناقص عشان ما ترقعش في الخطوط وتوصل في الخطوط، تمام. طيب تعالى مع بعض كده لرسم الخطوط الافقيه. يمسك القلم باليد الايه اليمنى لو انت شغال بايدك الايه اليمين، ويبدا الرسم من الجهه اليسرى متجها نحو الجهه الايه اليمنى. يعني الكلام ده تعالى كده على اللوحه، لوحة الرسم اهي، تمام، اللوحة الخشبية ثبتت عليها اللوحة الورقية، تمام، خليت حرف المسطرة الحرف تي ماشي مع حرف اللوحة الورقية اهو، وجيت في الاربع اركان، تمام، ثبتها بالايه بالسلوتيب، ما جيش بقى في النص نوت اروح حاطط حتة كمان، اروح حاطط في الجناب مثلا في حرف اللوحه الرأسيه اهوت اروح حاطط مثلا حته سلوتيب، لا هي مش هتجري يا باشمهندس ولا هتتحرك، انت بس ثبتها تثبيت حلو كده اهوت، تمام، من الاربع اركان، وحط المسطره الحرف تي من ناحيه الراس من جهه اليسار، واضغط عليها بكلوه ايدك اللي هي الايه الشمال، وامسك القلم بايدك الايه اليمين، هتشد الخط من جهه الشمال وانت رايح ناحيه الايه اليمين. خلاص يا باشمهندس زي ما انت شايف، وبص نسبه الميل بتاعه ايه القلم اهو، ما يبقاش باللي بره او مقلوب لجوه، لا يا باشمهندس، النقط دي لازم نراعيها في ايه في المسار الحرف تي وفي طريقه الرسم اللي احنا شغالين بيها. تعالى بعد كده يستعان باحدى المثلثات عند رسم الخطوط الرأسية. يبقى احنا زي ما اتكلمنا كلامنا اهو طلع مظبوط وبيكمل بعضه، يبقى الخطوط الرأسية حضرتك بترسمها بايه؟ بالمثلثات. حضرتك هتعمل ايه يا باشمهندس بقى؟ طب هروح ماسك المثلث واروح حاطه على اللوحة واروح شادد الخط؟ لا يا باشمهندس، المسطرة الحرفية اهي هي القاعدة بتاعت الشغل بتاعي، اروح مساند عليها المثلث اخليه يصنع لي زاوية ايه؟ زاوية 90 على حسب الزاوية اللي انا عايزها، لان المثلثات ديت هتلاقي فيها زوايا زي ما انت عايز، الزوايا الموجوده 30 او 60 او 90 او 45، تمام. طيب الزوايا ديت يا باشمهندس عايز تعمل زاويه 30 او زاويه 45 او زاويه 60 او زاويه 90، حضرتك برضو هتروح حاطط المسطره الحرف دي وتحط عليها المثلث، تمام، وتصنع الزاويه اللي انت عايزها، تريح المثلث ده. طيب بتتمسك ازاي يا باشمهندس؟ بكلوة ايدي زي ما بقول لك، بكلوة ايدي اروح ضاغط على حرف المسطرة اهو، تمام، وادي المثلث موجود اهو، تمام، بالصباع الصغير ده بحرك المثلث يمين او شمال، بحرك المثلث بايه؟ بايد اليمين، اللي بحرك المثلث بالصباع ده ناحية اليمين او ناحية الايه؟ الشمال، لغاية ما اوصل للموضع اللي انا عايزه واروح شادد الخط او اروح شادد الزاوية اللي انا عايزها. تعالى مع بعض كده نشوف الحركة ديت او الخطوة دي. يستعان بإحدى المثلثات عند رسم الخطوط الرأسية، حيث يسند المثلث على السطح العامل بالمسطرة مع الضغط على المسطرة والمثلث باليد الايه اليسرى. تعال نشوفها كده اهو، بص الايد الشمال ضاغط على المسطرة، ضاغط على المسطرة وبالصباعين الصغننين بتوع الايد الشمال اهو اروح محرك الايه، اروح محرك
المثلث، يعني المثلث المسطره دي تعتبر عامله زي قضيب القطر، هي اللي هتحكم لي الايه، هي القضيب تمام، والمثلث ده هي اللي هو ده يعتبر عربيه الايه القطر اللي هتمشي على القضيب اهي تمام. احرك المسطره او احرك المثلث؟ لا يا باشمهندس، اثبت المسطره ما تتحركش من مكانها بحيث ان هي تبقى ايه ملامسه مقفله على اللوحه الخشبيه اهو، مفيش حاجه منوره يا باشمهندس. وبعد كده اهوت وبامن على الكلام ده ايه، ان انا شادد بايدي الشمال بكلوه ايدي وبحرك المثلث بالايه بالصباعين الصغننين بتوع الايد تمام. طيب بعد كده اروح ماسك القلم بايدي اليمين وبروح عامل زاويه قايمه اهي، صنع لي زاويه قايمه. خلاص يا باشمهندسين. طيب نيجي بعد كده، احنا كده عرفنا استخدامات المسطره الحافتين وازاي تستخدم تمام، والنقط اللي هي الواجب مراعاتها في الايه في المسطره الحافتين. تعال بقى نستخدم حاجه صغيره كلنا عارفينها وبنستخدمها واحنا يعني في اولى ابتدائي، اللي هي مسطره القياس، اللي هي المسطره اللي حضرتك بتبروز بها الكراسه بتاعتك وانت في الابتدائي او انت في الاعدادي. طيب مسطره القياس دي هاجي للطلبه بتاعتي، انا سامع اهو بيقولوا لي ايه، احنا كلنا بنعرف نستخدم المسطره. حضرتك بتعرف تستخدم المسطره الحرفيه، المسطره اللي مسطره القياس ديت اللي هي طولها مثلا ايه، طولها مثلا 15 سنتي او 20 سنتي او 30 سنتي، بنعرف نستخدمها ان احنا نبروز بيها اللي ايه الكراسه بتاعتي او السكتش بتاعي، كلنا شطار فيه. طب بنعرف نقيس على المسطره ديت؟ تعال نشوف مسطره القياس ديت او المسطره الشائيه دي حواراتها ايه معانا مع بعض. اول حاجه تصنع مساطر القياس من ثلاث حاجات، ايه هما؟ المعدن او الخشب او اللدائن. المعدن مصنوع من المعدن تمام، زي ما بنشوفها كده ايه الخامه بتاعتها معموله من المعدن، او مصنوعه من الخشب تمام، بس ديت يعني ليها ناسها وليها استخداماتها، بنسميها سكيل، بتبقى عامله زي شكل المثلث، بتبقى واخده شكل المثلث كده يا شباب تمام، وبتبقى معموله سكيل، سكيل مثلا 1:50 او 1:100 او 1:200 تمام. اللدائن اللي هي المساطر اللي حضرتك بتستخدمها، اللي هي المساطر الباغ اللي انت متعود عليها في الايه في المكتبات. يبقى احنا عرفنا الخامه المصنوعه منها مسطره القياس ايه، مصنوعه من المعدن او الخشب او الايه او اللدائن. تستعمل في قياس الاطوال، استعمالاتها بقى يا باشمهندس ايه، تستعمل في قياس الاطوال او لتحديد فتحات البراجل. يبقى حضرتك عرفت الخامه، يبقى لما يجي لي مثلا سؤال اكمل في ماده الرسم تمام، يقول لي مثلا اكمل ما ياتي، المسطره القياس تصنع من نقط او نقط او نقط، هتقول ايه حضرتك او هترد عليا وتقول لي تصنع من الخشب او المعدن او اللدائن اللي هي ما بين قوسين بنسميها الايه الباغ. طيب بتستخدم في ايه؟ بتستخدم مسطره القياس في قياس نقط او نقط. طب ايه بتستخدم في ايه؟ في قياس الاطوال، عايز اقيس خط طوله مثلا 6 سم و3 مللي. اول مره اسمع او تعدي على وداني كلمه 3 مللي، ما احنا في المسطره ديت متقسمه لايه زي ما قلت لك، لسنتيمتر وملي ايه ومليمتر، وهنشوف الكلام ده مع بعض. طيب استخدم المسطره في قياس الاطوال، في قياس طول الخط. طيب ايه تاني؟ اروح جاي فتحه برجل، عايز اقيس اعمل فتحه برجل بتساوي 3 سنتي و7 مللي، اروح حاطط السن اللي هو الايه السن الحديد، اروح مثبته عند الصفر، واروح فاتح فتحه بتساوي 3 سنتي وكم مللي اللي انا ايه اللي احنا هنحددهم في العمليات بتاعتنا او في الرسم بتاعنا. طيب بعد وقت يا باشمهندس عرفنا ان هي بتستخدم في قياس الاطوال وقياس الايه فتحات البراجل. طب تعالى بعد جود تدرج المساطر بالسنتيمترات واجزائها من ناحيه، وبالبوصات واجزائها من ناحيه اخرى، او بالمليمترات فقط. يبقى المساطر بتبقى متقسمه لايه يا باشمهندس؟ متقسمه، بلاقي حرف المسطره بتاعي يا باشمهندس من جهه متقسم لايه؟ من الجهه دي تمام؟ متقسم لسنتيمتر وايه؟ ومليمتر، وحدات السنتيمتر وايه؟ واجزائها تمام؟
وممكن الاقي الحرف الثاني متقسم هنا جاي مسح كده اهوت، ومتقسم للبوصات، متقسم ليه؟ للبوصه، تمام. وممكن ما يبقاش متقسم للبوصه، متقسم مليمترات بس، اللي احنا بنشوفه اللي هي بتبقى متقسمه، اللي احنا متعودين على استخدامها، اللي هي الايه؟ المسطره الباق بتاعتنا، او اللي هي مصنوعه من اللدائن ديت اللي احنا متعودين على استخدامها، تمام. ان هي متقسمه ليه؟ لسنتيمتر ومليمتر، هو ده اللي احنا بنحتاجه في الغالبيه بنسبه 99%، تمام. طب تعالى بقى بعد كده طريقه القياس بالمسطره، ازاي اقيس بالمسطره؟ انا جايب لك رسم اهي. قبل ما اشرح لك الرسمه ديت، عايز اسال سؤال لطلبتنا المتميزه كده اهوت، اقول له السنتيمتر في كم ملي؟ السنتيمتر في كم ملي يا شباب؟ في 10 ملي. تعالى كده نعد من الصفر لغايه الواحد، تمام. عندي في المسطره ثلاث اطوال للشرط، في عندي شرطه طويله اللي هي شنطه ايه؟ الشرطه دي اللي هي بتاعت السنتي اهي، وفي شرط صغيره مضيقه جنب بعض كده، ملزقه جنب بعض، ماشي، بتبقى وسط اللي هي شرطه الملي. ادي صفر من اول شرطه السنتي اللي هو الصفر ده اهو، من اول الصفر لغايه الشرطه اللي بعديه بقولها ايه؟ واحد ملي. واحد ايه يا شباب؟ واحد ملي. ادي الواحد ملي. طب انا عايز 2 ملي، يبقى من الصفر ادي شرطه 2، يبقى كده 2 ايه؟ 2 ملي. طب الاقي الشرطه اللي هي اطول من الملي ديت، يبقى ده النص ايه؟ النص سنتي. النص سنتي ده في كم ملي؟ انت قايل لي يا باشمهندس ناصر، قايل لي ان السنتي في 10 ملي. تعال نعدهم كده، ادي صفر، ادي ملي، 2 3 4، وفي لون ايه؟ اللون اهو مميز في الشقه اهوت في النص، ادي الخمسة ملي. نعد 6 ملي، 7 ملي، 8 ملي، 9 ملي، ادي 10 ملي. يبقى السنتي في كم ملي؟ في 10 ملي. طيب يبقى النص سنتي في قد ايه؟ في 5 ملي يا باشمهندس. طب انا عايز ارسم 3 ملي مثلا، خط طوله 6 ملي وايه؟ 6 سنتي و3 ملي، 6 سنتي و4 ملي. يبقى حضرتك هتعد ايه؟ ال 6 سنتي من الصفر، 0 سنتي 2 3 4 وهكذا لغايه ما توصل ايه؟ للعدد الصحيح من السنتيمتر، زي ما احنا هنشوف بعد كده. بعد وقت تعد الملي من الصفر او من الشرطه مثلا ايه؟ من اي شرط، تعد شرطه 2 3 4 يبقى 4 ملي، 4 شرط يبقى 4 ملي، 7 شرط يبقى 7 ايه؟ 7 ملي، وهكذا. تعال نشوفها مع بعض كده. ادي المسطره بتاعتي اللي بدات من الصفر، تمام؟ وسنتي من الصفر للسنتي دي كده ايه؟ 10 ملي يا شباب. طيب الشرطه اللي في النص الصغنونه ديت اهي، نص ايه؟ كاتب لك بايه؟ باللون اهو، تمام؟ يبقى ايه؟ نص سنتي. طيب النص سنتي ديت عايز اقيس عليه، اقيس 7 ملي، يبقى من الصفر ولغايه النص سنتي يبقى كده 5 ملي، ازود عليه شرطتين صغننين اهمت، يبقى كده 7 ايه؟ 7 ملي، وهكذا. طيب عايز اقيس، ادي سنتي 2 3 4 5، تمام؟ طيب الشرط اللي في النص ديت اللي انا عاملها لك اطول سنه من شرطه الملي، يبقى دي اللي هي شرطه النص سنتي اهي، شرطه النص متميزه والمحصوره ما بين الشرطه الطويله قوي والشرطه القصننه، تمام؟ اهي ادي النص سنتي، ادي الشرطه اللي في النص اهي نص سنتي، بس هنا تختلف، هنا من الصفر للشرطه دي نص سنتي، طب من الصفر لغايه الشرطه دي بقت واحد ونص. ليه واحد ونص؟ لان من الصفر للواحد ادي واحد، واحد ب 10 ملي، وازود عليها خمسه كمان بقت 15 ملي، يعني بواحد ايه؟ 1 سنتي ونص. لو انت عديت من الصفر لغايه الشرطه الصغننه دي هتلاقيهم 15 ملي، يعني بواحد سنتي وايه؟ 1 سنتي ونص. طيب عايز اقيس على المسطره 3 سنتي و4 ملي، اقيسهم ازاي يا استاذ؟ اقيس صفر، سنتي دايما بتقيس من الصفر، يبقى من الصفر للواحد ادي 1 سنتي، من الواحد للاثنين ادي كده 2 سنتي، من الاثنين للثلاثه كده 3 سنتي، يبقى من الصفر للثلاثه 3 ايه؟ 3 سنتي، وعد عليهم 3 ملي بعد ال 3 سنتي، ادي ملي 2 3، عشان دايما احنا بنغلط في الايه؟ في عد المسطره او استخدام المسطره، مسطره القياس يا شباب. عرفنا طريقه القياس بالمسطره؟ محدش يهمل او محدش
يستسهل ان انا اعرف ايه استخدم من مسطره الياس. لا يا باشمهندس، مسطره الياس ديت عليها عامل كبير جدا، لان حضرتك بقى معايا لما تيجي ترسم المشاريع المعماريه او ترسم العمليات الهندسيه المركبه، زي مثلا ارسم مضلع مثلا سباعي او ثماني، او ارسم مثلا بلان افقي بالحوائط بتاعته نص سنتي، النص سنتي دوت هتقسمه لنصين، 2.5 مللي يمين و2.5 مللي شمال. حضرتك ركز معايا وتابع وهنشوف كل ده خطوات. تعال ننتقل لأداة جديدة اللي هي ايه؟ مثلثات الرسم. احنا اتكلمنا كده على المسطره الحرفتين، اتكلمنا في الاول في بدايه اللي في بدايه الحلقه الاولى اتكلمنا على لوحه الرسم الخشبيه، اتكلمنا على لوحه الرسم الورقيه، تمام، اتكلمنا على مسطره اللي مسطره الحرف تي، واتكلمنا على مسطره القياس، وعرفنا ازاي ندرب نفسنا ازاي نقيس الكلام ده ونعرف الملي ازاي. طب لو انا عايز نص الملي، لو انا عايز اقيس مع شبابنا، انا ما بصعبهاش عليك، دي اساسيات لازم حضرتك تتعلمها. هتيجي عايز نص الملي، يبقى ما بين الشرط ما بين شرطه الملي دي وما بين شرطه الملي دي، تمام، في النص، المسافه اللي في النص ديت اللي هي نص ملي. لازم تتعود وتدرب ايدك على الكلام ده، لان حضرتك هتوصل لدرجه ان انا وانا بعدي عليه وببص على الرسم ببص دوت، هتوصل لمرحله النظر. مش هنقعد بقى نمسك الايه المسطره واقول لك مثلا ايه، لا المسافه دي كبيره ولا المسافه دي صغيره، لا، مع الاستمرار حضرتك هتبص كدهوت، لا دي كبيره عن نص سنتي، عينيك هتعرف النص سنتي قد ايه، لا المسافه دي انا عايزها 4 مللي. هاجي مثلا اقول لك اراهنك دهوت ان المسافه ديت اكبر من ال 4 مللي، لا يا استاذ، اصل حضرتك انت استخدمت قلم خشب وسنه تخين شويه، استخدم قلم مثلا رصاص، لا، او حسب ايه، حسب ما ترتاح. في واحد مثلا ما بيعرفش يستخدم قلم سنون، عادي، انا بحب استخدم القلم رصاص، بس حضرتك وانت بتستخدم القلم رصاص خف ايدك على القلم اكنك ماسك القلم وايه يعني مثلا حاجه كدهوت اكنك قرفان منها. ليه؟ لان انت كل ما تخفف ايدك على اللوحه كل ما تدي لك خطوط خفيفه. ليه يا باشمهندس؟ عشان لما يكون الخط زياده امسح وما يسيبش اثر. اما انا لما امسك القلم واروح وارجع عليه مرتين ثلاثه، لا يا باشمهندس ما ينفعش، الخط يشد من الشمال لليمين مره واحده وما ترجعش عليه، ما تعيدش عليه. بعد ما تخلص الرسمه بتاعتك خالص في الاخر، تقل بقى يا باشمهندس الحاجات اللي هي اللي ظهر قد في الوش في الاول خالص هي اللي بتبقى تقيله، الحاجات اللي وراها هي اللي بتبان ايه اخف منها سنه، الحاجات اللي ورا كده هو نظرك مثلا جايبها بالعافيه، تمام، تبقى خفيفه جدا. في حاجات بتبان منقطه، كل الكلام ده هنتكلم عليه. طيب هنتكلم على اداه من الادوات اللي احنا هنستخدمها زي المثلثات. حضرتك بتروح المكتبه بتقول له انا عايز طقم مثلثات، بيطلع بيدي لك جراف كده في مثلثين، المثلثين دولت في مثلث كبير بنسميه 30 60 90 او مثلث 30 60، تمام، وفي عندك المثلث الصغير شويه اصغر منه شويه بنسميه 45 زاويه، 45 زاويه، 45 زاويه، 90. هنشوف الكلام ده مع بعض. المثلثات ديت مصنوعه من خامه الايه اللدائن اللي هو الباغ. حضرتك بتروح ايه، ويفضل ان يكون التدريج بتاعها اللي هو المضغوط اللي هو المحفور في قلب المثلث، عشان لما تيجي تمسح المثلث، تمام، لو هي مش مضغوطه محفوره في قلب المثلث، تمام، مع المسح والكلام دوت حضرتك الكتابه دي هتتمسح هتتبري، مش هيبقى ليها اثر. لا يا باشمهندس، ويفضل ان انت تجيب المثلثات اللي هي الايه الحرف التدريج بتاعها مضغوط في قلب الخامه بتاعت المثلث. طيب زي ما قلت لك عايز اشوف المثلثات ديت مظبوطه ولا لا، بتمسك المثلث وبتشوفه راسي مش مقوص، الحرف بتاعه مستوي تمام التمام، بتعدي بضفر ايدك دوت يا باشمهندس على حرف المسطره، لو الضفر ده طب في حته صغننه كده او في سنه، تمام، ما تستخدمهوش، قول له ايه المثلث دوت بايظ يا باشمهندس، معلش معلش يا حاج انا مش عايز طقم المثلثات ده، شوف لي طقم مثلث ايه اذا الحرف بتاعه عدل. بص لما تيجي النقطه الصغننه او الحرف او الكسره الصغننه في المثلث ده، تمام، لما تيجي تشد الخط
هيدي لك الخط مثلا ماشي عدل، وتلاقي فيه دروب كده صغنن، حته ايه نقره صغننه كده او نقطه صغننه، كسر صغنن في الخط. ما ينفعش، هتلاقي كل الخطوط وانت ماشي افقي. لو انت شغال بالمثلث هتلاقي مثلا ماشيه ونزلت زي الموجه كده لتحت، تقويصه لتحت كده تمام، وماشي عادل، هتلاقي الخطوط كلها كده. ما ينفعش يا باشمهندس، في المهندس المعماري ما ينفعش ان هو يستخدم الا خطوط كلها افقيه تمام تمام، او خطوط راسيه ما يبقاش فيها تكه صغيره. طيب حضرتك مثلا عايز تقص مثلا ورقه ولا حاجه، في واحد مثلا طالب مثلا ايه بيحب يستسهل كده، هوت يروح جايب مثلا بالقطر ويروح ماسك المثلث اللي هي الاله الحاده، ويروح قصص البتاع ده الورقه، وانت بتقص ممكن حرف القطر دوت يروح ايه يروح قشط لك او يروح مجرح لك سن المثلث. ما تستخدمش ادوات حاده، ما تستخدمش البرجل مثلا وتقعد تخبط مثلا على حرف المثلث. لا يا باشمهندس، ما تستخدمش ادوات حاده على مسطره القياس او مسطره اللي هي المسطره الحرفيه او اللي ايه او المثلثات. تعالى مع بعض كده يا باشمهندس ونشوف مثلثات الرسم. اول حاجه او اول جزء، يحتاج الطالب الفني الى مثلثين احداهما بزوايا مقدارها، اول واحد احداهما 30 درجه 60 درجه 90 درجه. شكله بيبقى بالمنظر ده كده يا باشمهندس، ادي الزاويه 90 عند تجميع الزاويه اهو عند راس المثلث اهو، يبقى دي زاويه ايه؟ زاويه 90. المثلث ده الضلع ده بتلاقيه زاويه 60، الزاويه الصغننه المضيقه ديت بتسميها زاويه ايه؟ زاويه 30. يبقى زاويه 30 زاويه 60 من هنا، ادي الزاويه اللي هي راس المثلث بتبقى زاويه ايه؟ 90. يبقى ده اول مثلث حضرتك ايه هتستخدمه. المثلث الاخر او المثلث الثاني بتلاقيه زواياه 45 درجه 45 درجه 90 درجه، بالمنظر ده كده بيبقى شكله بالمنظر ده. ادي الجنب اليمين الزاويه الصغننه ديت ماشي، بنسميها زاويه 45. عايز تعمل زاويه 45 هتحط المسطره الحرفي دي زي ما اتكلمنا تمام، وتروح حاطط عليها المثلث بالشكل ده كده اهوت، وتصنع لي وتشد خط او تسحب خط كده اهوت على الزاويه دي، عملت زاويه مقدارها كام؟ 45. او من جهه الشمال اهو عملت زاويه 45. لو لفيت المثلث ده و حطيت راس المثلث ده ماشيه مع المسطره الحرفتي، يبقى انت حضرتك عملت لي زاويه مقدارها كام؟ 90 درجه. يبقى عندي مثلثين، احداهما مثلث 30 60 90، او بنسميه بالايه؟ بالمختصر كده بتقول للراجل انا عايز مثلث 30 60 والمثلث الثاني 45 درجه تمام. تصنع المثلثات عاده من الايه؟ اللدائن، ويفضل ان تكون من البلاستيك الشفاف لتسهيل الخطوط التي ايه باسفلها. ده بالنسبه لايه؟ للمثلثات. طيب تعال نشوف قصتها بقى مع بعض، ازاي تشتري المثلثات ديت تكون سليمه ومظبوطه تمام، ملاحظات عشان محدش يضحك عليك في المكتبه ويدي لك مثلا مثلث كده بايظ ويقول لك اهو ده المثلث دوت مثلا ب 10 جنيه، ده انا هدوا لك ب 7 جنيه وانت تفرح اه اهو معايا مثلثات. لا، ما تفرحش بالحاجه الرخيصه تمام، وانت هتاخدها وبعد وقت هتلاقي نفسك المدرس بتاعك بيقول لك الملخمه بتاعه المثلث دوت مش كويسه، او المثلث ده مش مظبوط، رجعه او هات لي مثلث جديد ويكون الحرف والمواصفات. لا، انا بعرفك من دلوقتي لما حضرتك تروح تشتري الادوات مواصفاتها ايه والخامه بتاعتها ازاي، وتبص عليها تشوف جودتها ايه. تعالى مع بعض كده نشوف النقاط الواجب مراعاتها في المثلثات، اللي انت النقط اللي انت تاخد بالك وانت بتشتري المثلثات يكون مواصفاتها ايه. تعالى مع بعض كده، عند استخدام المثلثات يجب ان يراعى الاتي. رقم واحد، التأكد من اطرافه، التأكد من اطراف المثلث بحيث تكون مستقيمة خالية من التموجات، ما فيهاش اي موجة، ما فيهاش اي سنة، ما فيهاش اي شرخ تمام. رقم اتنين، عدم استخدام الادوات الحادة، عدم استخدام الادوات الحادة مع المثلثات لما قد تسببه من اضرار لاطرافه، زي ما قلنا ان انا استخدم قطر او استخدم سن البرجل، او مثلا اقعد اخبط على المسطره الحرفيه كده سن على سن، الاقي السن ايه اتعضعض وبقت ايه بقى السن مش مظبوط بتاع المثلث، يبقى المثلث ده ما ينفعش الاستخدام خالص. رقم ثلاثة، اختبر سلامه استقامه الاضلاع
بامرار ظفر صابع الابهام على المثلث. تمسك المثلث اهو وتروح جاي بصباع الابهام، الظفر بتاع صباع الابهام ده تعدى على الحرف بتاع المثلث اهو، التدريجات كلها الاحرف بتاعت المثلث تعدى عليها الظفر. لو لقيت فيها عضعضه كده سنه صغيره او مثلا اي تكه فيها صغننه كده وقت، ما تستخدمش المثلثات، ما تشتروش من اساسه. تعال ننتقل لحاجه جديده، المفاهيم الاوليه بسرعه كده يا شباب. في عندنا في الجزء الرسم اول حاجه هنتكلم على المفاهيم الهندسيه. مش هاخدك كده وراح قايل لك مثلا شد لي خط مثلا 7 سم او 8 سم، لا يا باشمهندس. هاجي اروح قايل لك ايه؟ حدد لي نقطه هندسيه. النقطه دي ايه؟ النقطه دي او النقطه الهندسيه، النقطه الهندسيه ديت ما تستهونش بيها ان انت هتحطها نقطه كده وخلاص، في مثلا في ليه في يعني على سطح اللوحه وتقول لي مثلا انا حطيت لك نقطه هندسيه مثلا في ايه، في اي مكان صحرا كان او بس. لا يا باشمهندس، عندي لوحه الرسم يا باشمهندسين، تمام، بروح حاطط النقطه الهندسيه. ايه هي النقطه الهندسيه؟ هي نقطه مجرده من الابعاد. لو انا حطيت سن القلم كده صغنن كده يا باشمهندس، تقدر تمسك المسطره وتقيس لي طول النقطه، طول النقطه الصغننه دي تقدر تقيسها طولها او عرضها، التخانه بتاعتها او ارتفاعها، ما ينفعش. يبقى هي بعد هندسي مجرد من الايه؟ من الاطوال، يعني ليس لها طول او عرض او ارتفاع. يبقى دي النقطه الايه؟ الهندسيه. طب بنوجدها ازاي في الايه؟ في الرسم يا باشمهندسين. باجي مثلا لو انا شديت مستقيم، تمام، عايز اوجد نقطه هندسيه هنا، بوجدها ازاي؟ باستخدام البرجل. بروح فاتح فتحه بالبرجل واروح عامل قوس من ناحيه وانا مثبت ناحيه المستقيم اهو، تمام، من ناحيه اليمين بروح حاطط سن البرجل وبروح عامل قوس. انقل نفس الفتحه ديت واروح قاطع القوس الاولاني، اتقطعوا مع بعض في نقطه سميتها نقطه سين او صاد او عين او جي. يبقى ديت نقطه ايه؟ اسمها نقطه هندسيه، اتوجدت عن طريقه ايه؟ تقابل قوسين. تقابل ايه يا رجاله يا شباب؟ تقابل قوسين. طيب لو انا شديت خط او قطر مثلا مع قطر او ضلعين مع بعض اتقابلوا مع بعض في نقطه، يبقى دي اسمها نقطه ايه؟ نقطه هندسيه. تقاطع خطين، تقاطع ايه؟ تقاطع خطين او تقاطع مستقيمين. تعال نشوف مع بعض كده. يبقى النقطه الهندسيه لها وضع مجرد من الطول، وضع مجرد لها وضع مجرد من الطول والعرض والايه؟ والارتفاع، تمام، اي انها ليست لها ابعاد، اي انها ليست لها ايه؟ ابعاد، ولكن يمكن تعيينها على الرسم بتقاطع خطين او ايه؟ او قوسين، او تقاطع خطين مع بعض او تقاطع ايه؟ قوسين مع بعض. وجدت الايه؟ النقطه الهندسيه. طب تعال نشوف مع بعض كده الخط. ايه هو الخط؟ لما اجي اقول لك مثلا شد لي خط مستقيم او شد لي مثلا ايه الخط مثلا طوله 7 سم، الخط ده ايه؟ الخط ده نتيجه تحقيق اساسه في الاساس خالص ان انت عملت نقطه هندسيه وبدات تحركها من اليمين او تحركها للشمال، نتيجه اثر تحريك نقطه هندسيه بطول معين، بطول مثلا ايه؟ بطول 7 سم، بطول 10 سم، بطول يعني مش محدود حسب الاطوال اللي احنا هديها لك في العمليه الهندسيه. طيب ليس له طول محدد. انواع الخطوط بالنسبه لاشكالها، في عند الخط المستقيم. ايه هو الخط المستقيم؟ مثل اي بي، هو البعد بين النقطتين يحدث من تحريك نقطه في اتجاه واحد لا يتغير. يعني انا رسمت خط مستقيم اهو، الخط ده اسمه اي بي، بطول مثلا 6 سم او 5 سم او 3 سم، الخط ده ما اتغيرش في اي اتجاه من الاتجاهات، ولا رفعته لفوق ولا لتحت. طيب في عندي الخط المنكسر ويحدث من تحريك نقطة في اتجاهات متعددة. زي ايه؟ عندي الشكل اهو، بدأت بخط مستقيم ورحت نزلت لتحت كسرته لتحت وطلعت تاني ومشيت في خط مستقيم، يبقى ده اسمه خط ايه؟ منكسر. نتيجة تحريك نقطة، يبقى الأساس بتاعي تحريك الخط نقطة إيه؟ هندسية في اتجاهات متعددة. الخط المنحني ويحدث من تحريك نقطة في اتجاه يتغير على الدوام، على الاستمرار، زي خط إيه؟ قوس مثلا دايرة أو كرة، أو يبقى في اتجاه إيه؟ في اتجاه على الدوام. طيب في عندي الخط المركب، هو آخر نوع من الخطوط بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للأشكال.
وهو خط يجمع بين الخط المنكسر والخط المنحني والخط المستقيم كمان. يعني انا جمعت الايه، عملت الرسم الخط بتاعي خط منحني ورحت دخلت فيه الخط المنكسر ورحت مشيت على الخط الايه المستقيم، يبقى ده جمع لي الاشكال بتاعتي، يبقى ده اسمه خط ايه مركب. شرط ان هو يجمع التلاتة؟ لا، مش شرط ان هو يجمع التلاتة، ممكن يجمع الخط المستقيم مع الخط المنكسر، بقى اسمه خط ايه مركب. ده بالنسبة لانواع الخطوط، تمام، واتكلمنا عليها، وهنتكلم ان شاء الله مع بعض في الحلقة القادمة ان شاء الله على اوضاع الخطوط بتاعتنا وازاي بنستخدم الخطوط ديت واشكالها وطريقة رسم الخطوط، تمام، مع بعض ان شاء الله. هنكمل واحدة واحدة وهنوصل ان شاء الله للدبلوم وناخد مجموعة عالية ان شاء الله، ونكمل ونشوف نفسنا بامر الله في الكليات وبالمجموع اللي ربنا يفرحك بيه ان شاء الله. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.